فرصه لذيذه. ساخذ قطعه اخرى. رونالدو، لقد شبعت الحمد لله. هل احضرت شريط لعبه السيارات الجديد يا عمار؟ نعم لقد احضرتها، هيا لنلعب سويا. فكره جيده، اذا هيا بنا الى غرفتي لنبدا اللعب. دوري انا اولا. حسنا، وانا دوري من بعدك يا عمار. عمار، رائع، أحسنت. دوري أنا، أنا سألعب. حسنا، دورك يا أنس. أنس، هيا يا أنس تقدم إلى الأمام. أشعر بالتعب والعطش ولا أرى بوضوح، أحتاج الذهاب إلى الحمام. صديقي أنس، هل أنت بخير؟ كيف يمكن أن نساعد صديقنا أنس؟ سأستعين بصديقنا الخبير تانتون. عند الحيرة والأزمات، عند تانتون كل الإجابات. صديقنا أنس متعب. حسنا، لا تقلقوا، سنرى ما به. هنا هنا. لا أستطيع إنتاج الأنسولين، لا أستطيع إنتاج الأنسولين. من هذا؟ هذا البنكرياس، موجود داخل جسم الإنسان ومسؤول عن إنتاج الأنسولين لجسم الإنسان. أنسولين؟ وما هو الأنسولين؟ ولماذا يحتاجه الجسم؟ جسم الإنسان يتكون من ملايين الخلايا، وهذه الخلايا بحاجة إلى سكر الجلوكوز الموجود في الطعام الذي نأكله. الجلوكوز لا يستطيع الدخول للخلايا بدون وجود الأنسولين، وهذا الأنسولين يأتينا من خلايا البنكرياس في جسم الإنسان، وبذلك يحصل الجسم على الطاقة ويصبح نشيطا. البنكرياس عندي لا ينتج الأنسولين، أريد أن أعرف لماذا. أعتقد لأنك مصاب بالسكري يا أنس. نعم. وما هو السكري يا تانتون؟ ما رأيكم أن نرى سويا ما الذي يحدث داخل جسم أنس حتى نعرف ما هو السكري؟ فكرة جيدة يا تانتون. انظر يا أنس، انظر إلى الطعام الذي أكلته وهو يتدحرج من المري إلى المعدة، وها هو يذهب إلى الأمعاء الدقيقة. هنا يتفكك الطعام إلى سكر يسمى الجلوكوز. انظروا انظروا، لقد غادر الجلوكوز الأمعاء وذهب إلى الأوعية الدموية. انتشروا يا أصدقاء. هيلا هوب. الرجاء ادخلوا الأنسولين أولا لفتح الباب.
سيد القائد، سيد القائد، نحن لا نستطيع الدخول لأن الخلايا مغلقة ونحتاج للأنسولين لفتح باب الخلايا. لقد بدأ عددنا يتزايد. ولكن من أين نأتي بالأنسولين؟ من البنكرياس أيها القائد، فهو المسؤول عن إنتاج الأنسولين في الجسم. أنت محق، سأتصل به الآن. السلام عليكم يا صديقي البنكرياس، أنا قائد الجلوكوز. وعليكم السلام أيها الجلوكوز العزيز، أنا في ورطة يا صديقي، أحتاج أن ترسل لي بعض الأنسولين من عندك. أوه أنا آسف يا صديقي، إن خلاياي معطلة جدا ولا تستطيع إنتاج الأنسولين. ماذا أفعل الآن يا صديقي؟ الخلايا مغلقة وجسم أنس يحتاج إلى الطاقة، وبدأت أعداد الجلوكوز تتزايد وتتزايد. لا يوجد سوى حل واحد. وما هو الحل؟ الحل الوحيد هو الاستعانة بأنسولين خارجي. ومن أين نأتي بالأنسولين الخارجي؟ أوه لقد نسيت أن أخذ إبرة الأنسولين قبل الأكل. دانا من فضلك أخبري أمي بأن تحضر إبرة الأنسولين الآن. حسنا سأذهب لأخبرها. لا تقلق يا أنس، ستكون بخير إن شاء الله. مرحبا يا أولاد. أمي لقد نسيت أن أخذ إبرة الأنسولين قبل الأكل. سأرى معدل السكر لديك أولا. كما توقعت مستوى السكر مرتفع في الدم لديك لأنك لم تأخذ إبرة الأنسولين قبل الأكل. ستأخذ إبرة الأنسولين الآن يا حبيبي وستصبح بخير إن شاء الله. رائع، الآن الأنسولين سيفتح أبواب الخلايا. يا سلام، والجلوكوز سيدخل الخلايا أخيرا. نعم يا أصدقائي، تعالوا نرى ماذا سيحدث داخل جسم أنس. هل أنت خائف من الإبرة يا أنس؟ قليلا، فقد أخبرني والدي أن أفكر في الأشياء الجميلة عندما أخذ الإبرة، فهذا يخفف من الألم. بسم الله. أي أنسولين، أنسولين، نحن الأنسولين، استعدي يا خلايا جئنا طائرين. أنسولين، أنسولين، نحن الأنسولين، استعدي يا خلايا جئنا طائرين. هيا يا أصدقائي لندخل إلى الخلايا، لقد انفتح الباب. سيدة أمل، هل سأصاب بالسكر لأني لعبت مع أنس؟ لا يا عبد الرحمن، السكري مرض غير معدي. يا أصدقاء انظروا، لقد استعاد أنس صحته. الحمد لله. صديقي أنس، أريد أن أقول لك شيئا مهما حتى لا يرتفع لديك السكري مرة أخرى. أولا احرص على أن تأخذ دواء الأنسولين في الموعد الذي يحدده لك الطبيب. ثانيا تتبع نظاما غذائيا مناسبا يحدده لك الطبيب. ثالثا وأخيرا أن تمارس الرياضة باستمرار. وهل ينخفض مستوى السكر لدى أنس أيضا؟ نعم، فعندما يأخذ أنس دواء الأنسولين ولا يتناول أنس طعامه أو يكثر من اللعب والرياضة ينخفض مستوى السكر في الدم، ويشعر أنس بالتعب والتعرق الشديد والصداع والرجفة، وقد يؤدي أحيانا إلى الإغماء. وكيف نساعده في هذه الحالة؟ أعطوه فورا قطعة من الحلوى أو كأسا من العصير لكي يرتفع السكر لمعدله الطبيعي. تانتون، تانتون، عندي سؤال سريع، هل يوجد مرض اسمه مرض الميل؟ لا يا صديقي. Ha 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 ha